للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلي عبر الهاتف الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد في جامعة حلوان. دكتور عمرو، مساء الخير. إذن ما المردود الإيجابي لإنعقاد المؤتمرات الاقتصادية كمؤتمر مؤسسة أخبار اليوم الاقتصادي؟ في الحقيقة هذه المؤتمرات هي فرصة لتبادل الآراء ما بين الخبراء والسلطة التنفيذية ممثلة في الوزراء وأيضا رجال الأعمال، وبالتالي لدينا خبرات أكاديمية وخبرات عملية وخبرات تنفيذية تتناقش فيما بينها، تقيم الوضع الراهن وتناقش الرؤى المستقبلية. مؤسسة عريقة زي مؤسسة أخبار اليوم ودور المستنير للإعلام المصري والصحافة الوطنية بتلعب دور هام جدا في حشد الطاقات المختلفة لصياغة مجموعة من الرؤى والتوصيات ومناقشة التحديات اللي ممكن تكون موجودة. وبالتالي مثل هذه المؤتمرات هي من ناحية هي فرصة للوقوف على تقييم الوضع الراهن والنظر إلى المستقبل، ومن ناحية أخرى هي فرصة للشرح والتحليل للاستثمار الأجنبي وللمستثمرين العرب والشركات الكبرى على أهم ما وصل إليه الاقتصاد المصري وعن الفرص الواعدة اللي ممكن تكون موجودة. طيب دكتور، وزير المالية دكتور محمد معيد أكد أمام مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي أن الحكومة استطاعت تحقيق فائض أولي بأكثر من مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة رغم جائحة كورونا، كيف تقرأ هذا التصريح؟ يعني في الحقيقة الحكومة المصرية منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 ووضعت وأعلنت أن هدف أساسي هو تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة، لأن ببساطة كرة الثلج الخاصة بتراكم الدين العام المحلي لن تتوقف إلا إذا تحول الفائض أو العجز المزمن في الموازنة العامة الدولة خصوصا الأولية إلى فائض، ثم ينعكس ذلك أيضا على توازن في الموازنة العامة كفائض إجمالي. وبالتالي ببساطة وجود فائض أولي يعني أن الحكومة نجحت إن إيراداتها ومواردها بتغطي الإنفاق والمصروفات عدا الفوائد المحملة بها الدولة المصرية من عصور سابقة ومن سنوات سابقة. هذا معنى الفائض الأولي للمشاهد، يعني بالتالي من غير ما باستبعاد الفوائد نحن ندير الدولة بكفاءة ودون حاجة إلى قروض. يعني لو لم يكن عندنا قروض وأسعار فوائد ندفعها عن الماضي كان هيبقى عندنا فائض في الموازنة وليس عجز، وبالتالي نتوقف عن الاقتراض. ونجاح الحكومة في أنها تعمل ده في سنة صعبة جدا زي السنة بتاعت الكورونا بيشير إلى كفاءة الاقتصاد المصري ونجاحه في ان هو يقبل الصدمات ويتعامل معها بكفاءة. نعم، شكرا لك الدكتور عمرو سليمان، استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، كنت معنا عبر الهاتف.